يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل انتقل للسكن في المدينة، لكنه يسافر أحيانا إلى قريته فيجلس هناك بضعة أيام، فهل له القصر والجمع أم يعتبر من سكان القرية والمدينة في آن واحد؟ إذا كان أنه يسكن تارة في المدينة وتارة في قريته فهو ما يقصر في بلده لأنه يسكن فيه. أما إذا كان أنه سكنه في المدينة وترك وطنه تركا نهائيا لكن يسافر إليه لزيارة أو لحاجة ثم يرجع، فهذا لا معنى أنه يقصر لأنه انتقل من هذا البلد. أما إذا كان أنه ما انتقل انتقالا كليا وإنما يسكن تارة هنا وتارة هنا، فهذا إذا جاء في المدينة لا يقصر، وإذا ذهب إلى بلده لا يقصر، وإنما يقصر في الطريق بينهما. نعم.